ازيكم عاملين ايه؟ كنت في فلاج هنا بشتري حاجه ومره واحده لفت انتباهي محطه المترو، فقلت تعال ناخد جوله كده نبص على المترو ده بيروح فين وبيجي منين. انا ما ركبتوش الا مره واحده تقريبا، وكان محطتين او حاجه زي كده من اول ما فتح. فقلت تعال ناخد جوله نبص بص كده نعرف فيه ايه مع بعضينا. طيب السكك الحديد دي او اللي هو الريل، ريل قطر، اتاسس سنه 2011 وبيقول لك بيتكون من اربع خطوط: الخط الاحمر، الخط الاخضر، الخط الذهبي، والخط الازرق. تمام. الخط الاحمر بيشمل 18 محطه، الخط الاخضر بيشمل 11 محطه، والخط الذهبي بيشمل 10 محطات، والخط الازرق لسه ما افتتحوش، هيفتتحوه سنه 2026 ان شاء الله. طيب اللي احنا عنده دلوقتي ده الخط الذهبي، فتح حديثا، يعني اتفتح يوم 21 نوفمبر 2019 اللي هو من حوالي اسبوعين. تمام. دي بتعتبر دي اخر محطه فيه، اللي هي محطه العزيه اللي بتوديك على فلاجيو، بتنزلك قدام فلاجيو على طول مباشره. فاحنا دلوقتي في الخط الذهبي. دلوقتي المحطات دي كلها في نقطه التقاء واحده، بيلتقوا في محطه مشيرب، وهي المحطه اكبر محطه فيهم، محطه مشيرب. والمحطه دي اللي هي زي السنترال ستيشن كده، كله بيلتقى فيها، كل الخطوط بتتلاقى هناك. تمام. خلينا نشوف، نروح ناخد المترو ونروح السنترال ستيشن عشان نشوف لو عايزين نغير الخط ولا نعمل ايه. نشوف مع بعضينا. $10. Okay. And then the minimum top up is $5. $5. It will give you 2 journeys. Yeah. Okay. So can I apply now? Of course. By the way, we have 2 types of card. Permanent card. We have the standard. This one is $10. While this one is $100 just for the card. And what the difference? The difference is that the gold, you will be sitting in front. Yeah. And we have a separate cabin for gold customers. It's what we call the gold cabin. Yeah, I get it. Now, the standard, this one is the normal one. You can access the family if you will be traveling with female and with your family. Mm-hmm. Or the standard cabin. I get it. If I don't apply for card, can I pay cash and for one ticket or something? Yeah. We have the non-reusable card. This is how it looks like, a paper card. But this one, we have 2 types, $2, meaning to say it's one single journey. Scan in, scan out. Yes. Yeah. If I paid for this one and I need to change the line, as far as I'm in the paid area, I don't need to pay again. I can use it one more time. Exactly. Yeah. Okay. If you're changing lines, sir, you don't really need to tap out on the interchange section, which is Mushereb. Yeah. You will be tapping out on your location. Yeah. Very good. Thank you. Helpful. Can I get one now? Okay. عايز اقول لكم على حاجه. انا already have one. انا عندي واحد اصلا. بس ده بتاع امير صاحبي، اكيد هو شافه دلوقتي وهيفتكره. انا كمان كنت نسيه، بس انا بعمل واحد تاني جديد ليا انا لنفسي. I saw that you have a card. But this for my friend. I turned back to him. I see. How much would you like to put in, sir? Five reals. Yeah. So it's a total of 15 reals, yeah? Yes. So I can charge it again from the real application? Yes. Or I need to visit you? Exactly. You can charge if you have a credit card, sir, you can top up using the application. So there you go. This one is already loaded with 5 reals. Good to go. Very good. Thank you. Appreciate it. اخدناها خلاص يا عم امير، رجع لك الكارت بتاعك. انا دفعت 10 ريال للكارت، ثمن الكارت نفسه، ثمن الاشتراك، وشحنته 5 ريال. ال 5 ريال دي هتكفيني مرتين، يعني مره ادخل واخرج وتاني ادخل مره كمان واخرج. طيب لو انا بين اللاينات زي ما سالت الشاب هناك وجاوب عليا، لو انا عايز ابدل لاين، يعني هدخل من الخط الذهبي هنزل مشيرب وهروح مثلا الوكره هركب الخط الثاني، طول ما انا جوه المنطقه دي اللي هي البيد اريا، بعد ما اعدي الباب ده ما بدفعش تاني. خلاص هي مره واحده بدفعها، ما بدفعش تاني. فطول ما انا جوه ما طلعتش منها، طلعت منها خلاص لازم طبعا تعمل اكسس جديد تدفع تاني وتدخل مره تانية. فاحنا دلوقتي هناخد من هنا ونروح مشيرب اللي هي السنترال ستيشن. من السنترال ستيشن انا لابس دي ليه؟ من السنترال ستيشن هشوف بقى لو الموضوع حلو يعني وكويس، هكمل ان شاء الله واروح، ممكن اروح الوكره ابدل لاين تاني واروح الوكره وارجع تاني على هنا، لان سيارتي فوق انا، فهرجع تاني هنا عشان اخد السياره، او خلاص برجع تاني، يعني بروح بس لغايه مشيرب وارجع تاني، وهتبقى فسحه مع بعضينا. يلا بينا.
طيب دي ماكينه الدفع، وهنا الاسعار اهي ماكينه الدفع، وزي ما الشاب قال لنا برده يمكنك تعبئه رصيد بطاقه الرحلات عبر تطبيق، وده التطبيق بتاعهم هتلاقوه على اب ستور وعلى جوجل بلاي. حلو والله كويس، بيستخدموا كريدت كمان لو عندك ناب او كريدت ديبت او كريدت. هي محطات الخط ده بيعدي عليها. تمام، احنا حاليا في العزيه جوه المدينه الرياضيه، الوعد، السودان، جوعان، سد المحمود، الشيره، اللي هي المحطه الرئيسيه بتاعتنا اللي عليها سنتر ستيشن، واقف المتحف الوطني وسبعة. لو انت عايز تبدل على الخط الاخضر او الاحمر تنزل تكمل. في حاجه كمان مهمه دلوقتي، زي ما احنا شايفين المحطه كلها فيها سور زجاجي كده، سور ازاز. تمام، ده معناه ايه؟ معناه ان المترو هيجي يقف بالظبط في الحته دي في المكان ده، لا هيبقى ابعد ولا اقرب، هيبقى قافله المكان ده بالظبط. ايوه قدام، شايف قدامك الطريق، مفيش سواق في المترو على فكره، فانت بتبقى شايف كويس يعني. دي العائليه، دي اللي بيركب فيها الحريم يعني، والعوائل والكابلز كده. وفي الدرجه العاديه الستاندرد دي بيركبها العزاب اللي زي حالتي كده، هركب دلوقتي هنا. هو شكله كده، بص ده شاب اخد سكوتر معاه. حلو الموضوع ده. طبعا لما بقول عزاب مش قصدي عزاب انك مش متجوز، او قصدي ان الشباب اللي لوحدك يعني، لو انت جاي لوحدك حتى لو متجوز تيجي تقف هنا، ما تعملش مفتح وتروح تدخل هناك وتقول لهم انا متجوز. مش عارف، هو حلو والقعدات فيه مريحه كده، والكراسي حلوه، واحلى حاجه فيه ان هو لسه فاضي، لسه ما حدش كتير يعرفه، او الخط ده لسه عشان فاتح جديد مش معروف قوي، فالناس ما بتجيش عليه كتير. مش عارف بقى صوت العجل بره هيطلع عامل ازاي في الفيديو، انا عملت اللي عليا وبحاول يعني ان انا ما اطلعش الصوت، لكن بيطلع للاسف. هذه المحطه هي المدينه الرياضيه. طبعا الواحد كان وحشه جدا موضوع القطر والترماي والمترو والشغلات دي، وتقف كده استنى. بس هو هنا مش زحمه، هو هنا هتلاقي كام واحد في المحطه العربيه اللي قدام، حاجات بسيطه. وهنا برده كام واحد بيقوم ركبه جديد في العربيه بتاعتهم، فمش كتير يعني الناس. هو اللاين ده جديد زي ما قلت لكم. طيب، وانا افتكرت ان انا عايز اجيب حاجه، اشتري حاجه من المطار كده، من شارع المطار القديم، فنزلت من المترو، هطلع اشتري الحاجه وارجع اخد مترو تاني يوديني مشيرب ابدل واروح تاني ارجع العزيه اخد سيارتي، وكل ده في رينج الخمسة ريال. اما الناس كان مره احنا داخلين، انا عامل سكان كمان واحنا خارجين. سوري على الصوت ده يا جماعه، بس يعني دي فكره قابلتني قلت اوريها لكم يعني. ممكن الواحد يجيب له عجله او سكوتر او اي حاجه من الحاجات دي، يوصل بيها لغايه اقرب محطه مترو ويكمل، ياخد المترو يكمل مشواره ويرجع ياخدها. مش عارف لو الواحد معاه عجله او حاجه ما يركبش بيها المترو ليه يعني، وينزل الناحيه الثانيه يكمل. How are you? Good? I want to ask you something. If I have scooter, bicycle. No, bicycle are not allowed inside the training. Not allowed. No smoking. No eating, no smoking? It's shame. Really? Yeah. Because what's your name? This is Madam Kadim, Adam Ibrahim. Adam Ibrahim? Yeah. Where are you from? I'm from Kenya. Kenya? Yes. Yeah. I never been there. And nice to meet you. Ayman. Ayman. Yeah. Nice to meet you. Thank you. نزلت، رحت مشواري، رجعت او بخلص حاجات في النص اهو، كمان راجع ان شاء الله. لا عملت مخالفه، لا قدر الله عملت حادث.
لا اتعصبت في السواقه واتشكلت من حد او اي حاجه، بالعكس ركبت ورحت مشواري وان شاء الله راجع. ما حسيتش باي حاجه في المشوار خالص، ونزلت في النص اهو وخلصت حاجات تانية بجيب حاجات، والواحد غير جو برضو واتمشى وكده. يعني الواحد كان حاسس انه عجز من القعده، الواحد كان حاسس انه عجز من القعده يعني كده. واحد بيتمشى بيروح بيجي، انصح بيه مش العصير، لا المترو انصح بيه. طيب يا جماعه خلصنا جولتنا، رجعنا لقواعدنا الحمد لله، رجعنا عند بلاجيو. في كام حاجه كده حابب اقول عليهم. في حاجه اسمها مترو لينك، مترو لينك ده باص بياخدك من عند محطه المترو، يدخل الضواحي اللي جنب المحطه يوصل الناس لاقرب مكان ليها. في محطات هتلاقيها مرسومه على الارض لونها احمر، بيوقف بينزل الناس عند المحطات دي وانت تقدر تكمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ممنوع تاخد معاك اكل شرب او تدخن في المترو، ممنوع تاكل او تشرب او تدخن في المترو، ده اساسي. التدخين ممنوع في كل حاجه في اي مكان عند الروح. دي حاجه. الحاجه الثالثه، العجله والسكوتر. مره لما ركبت المترو زمان واحد قال لي لو العجله فلوت اللي هي فلوتد بتتقفل بتتنى دي ينفع تاخدها معاك. طبعا السكوتر كمان بيتنى وينفع تاخد معاك. بس دلوقتي حاليا انا لما سالت واحد تاني قال لي لا ممنوع، قال لي ممنوع تاخد معاك العجله او السكوتر. وانا ما شفتش الا واحد معاه سكوتر في ايده اللي بان في الفيديو الاول ده سكوتر خفيف. انا بتكلم عن السكوتر الالكتريك اللي هو الكهرباء الكبير ده، ممكن مش عارف ينفع او لا. في لينك هسيبه تحت ده ممكن الناس تعرف منه، اللي مهتم يعني يقدر يعرف منه تفاصيل اكتر عن الموضوع ده او عن الحاجات اللي مسموح بيها في المترو او اللي مش مسموح بيها. بس هو اوفرول انا عجبني الموضوع، اتبسطت اكتر لان الواحد كان مفتقد جدا ان هو يروح يأدي حاجاته وينزل ويخرج ويركب مواصله وينزل يمشي على رجله ويركب حاجه تانية ويشتري حاجات ويكمل. احنا الموضوع ده كنا مفتقدين ان كله هنا بيمشي بالسيارات، كله هنا بيعمل كل حاجته وقاعد في السياره يعني. فدي حاجه حلوه عجبتني بصراحه. طيب هو كده المترو ده عمل ايه؟ المترو ده خفف الزحمه يعني. ناس كتير، انا شفت ناس كتير، دي حاجه كمان من الحاجات اللي عجبتني، شفت ناس كتير بتستخدمه، وفي منهم بيبان عليه ان هو يعني بيستخدمه ديلي يوز، انه بيروح بيه شغله وبيرجع. شايفهم لابسين لبس شغل والشنط بتاعتهم في ايديهم اللابتوب او غيره، بيروح شغلهم شكلهم وبيجوا بيه كل يوم يعني، عاملين كروت برده بشوفهم رايحين وجايين. دي حاجه حلوه عجبتني قوي انه مستغرب. وكان معظم الوقت يعني الزحمه كانت في مشيرب وانت رايح للواقع، ده حاصل لان الخط ده قديم شويه. لكن الخط اللي احنا فيه حاليا او اللي انا فيه حاليا ده زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ده لسه فاتح ما بقالوش اسبوعين، فلسه ما عليهوش رجل كتير يعني. فبرده مش زحمه، ما كانش زحمه ولا وانا رايح ولا وانا جاي، ما كانش زحمه. اما الثاني خط الوكره، مشيره بالوكره، بصراحه الخط كان زحمه جدا يعني، بالذات في محطه الوكره كان في ناس كتير لان الوكره بعيده. فبدل ما الناس تركب من الوكره تاكسي ينزلهم الدوحه، بياخدوا مترو ب2 ريال ينزلهم الدوحه. وممكن في ناس بقى لو رايح مشوار مكان ما فيهوش مترو بيغير، بيركب بقى تاكسي، بياخد باص، بيغير يعني. فدي كانت حاجه عجباني جدا. الحاجه اللي عايز اقول عليها بقى ان يعني المترو ده فادنا في ايه. اول حاجه انا ما سوقتش، ما وجعتش دماغي بسواقه وزحمه واشارات شغل الكلام ده كله. تاني حاجة أنا ما تعرضتش لمخالفات، ما تعرضتش لحوادث، الموضوع آمن جدا لدرجة إن المحطة زي ما شفنا إزاز، في إزاز فاصل بينك وبين المترو، أنت ما بتشوفش الأرض أصلا ولا بتشوف المترو، الباب بيجي قدامك الإزاز ده يتفتح وباب المترو يتفتح بتركب وهكذا وأنت نازل الناحية التانية. تقريبا الحتة الوحيدة اللي شفت فيها الشارع منطقة الوكرة اللي هي من عقبة بن نافع، من محطة عقبة بن نافع لمحطة الوكرة، الوصله دي بس اللي شفت فيه اللي طلع فيها المترو من تحت الارض، هو معظم الوقت تحت الارض. فكانت تجربه حلوه وعجبتني واتبسطت بصراحه. ويعني الواحد شايف ان هو حتى لو في الويكند في اي حاجه مش لازم ينزل بالسياره يعني، ممكن ياخد سيارته يصفها في مكان زي هنا مثلا، ممكن اجي بلاجي اصف سيارتي، اركن سيارتي واخد المترو انزل الدوحه اخلص حاجاتي ومشاويري وكل حاجه وارجع تاني اخد سيارتي من هنا واروح البيت، ما خدتش وقت وما تعرضتش لمخالفات وما صرفتش بترول كتير. انا كل اللي صرفته 4 ريال، روحت لغايه الوكره من بلاجيو للوكره ب 4 ريال ورجعت. انا اللي خلاهم 4 هم كان ممكن يفضلوا 2، اللي خلاهم 4 ان انا نزلت في المطار جبت حاجات وركبت تاني. انت زي ما قلنا لما بتطلع من
البيد اريا او المنطقه المدفوعه اللي هي اول ما تعدي البوابه انت كده تفضل بنفس الجنيه اللي انت دافعهم لغايه ما تطلع من بوابه تانية، سواء رحت ورجعت ما طلعتش ممكن تقابل حد جوه المحطه اللي انت رايحها وترجع تاني ما تدفعش حاجه. ولو غيرت اللاينز يعني لو نزلت من اللاين جولد لاين للريد لاين او الجرين لاين نفس الشيء ما بتدفعش حاجه بس تفضل جوه البيد اريا، تطلع من البيد اريا ترجع تدفع تاني. اول ما طلعت عملت سكان للكارد طلعت وانت داخل نفس الشيء تدفع تاني، فهو ده اللي خلاهم 4 ريال. لكن انا رحت للوكره ورجعت 2 ريال يعتبر، بس نقول 4 لان نزلت في النص ف4 ريال. ما فيش اي ستريس عليا، ما عملتش اي ستريس، بالعكس طول المشوار بصور وبلعب في التليفون وانستغرام، يعني مش شاغل بالي بسواقه ولا بمخالفات ولا بحوادث ولا بمرور ولا حاجه. الطرقات تفضل سليمه لان مش هتبقى مستهلكه كتير المفروض، بس لما يشتغل اكتر ويبقى في ناس اكتر الطرقات تفضل سليمه، ما تبقاش مستهلكه، يبقى الشكل الجمالي للدوله حلو. اتمنى ان احنا نكون وصلنا حاجه، ورينا الناس حاجه ممكن الناس كانت مكسله تشوفها او تنزل تجربها او حاجه. لا انا بصراحه الموضوع شجعني ان انا اجربه تاني وتالت ورابع، ولو رايح مشوار مش مستعجل او مش هحتاج سيارتي فيه كتير هاخد المترو وهروح، مش هروح بالسياره. يعني الموضوع جميل. وبالمره انا عملت الكارت عشان ارجع لامير الكارت بتاعه بدل ما يفضحنا على الكارت بتاعه، اديهوله وانا عملت لنفسي كارت ليا انا خاص بيا. فالموضوع ان شاء الله حلو وربنا يوفق ان شاء الله. نشوفكم في حاجه جديده. Thank you.